عقد في بلدية صبرات اجتماع لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل الأجهزة الأمنية بالبلدية. هذا وقد حضر الاجتماع عميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدير الأجهزة الأمنية ومديرية الأمن الوطني ورئيس مكتب الأمن المركزي. انطلق في بلدية غريان فعاليات المهرجان الأول للفخار. المهرجان يهدف إلى إبراز وتشجيع الصناعات التقليدية والتعريف بالمنتجات المحلية وتشجيعه وإيجاد سوق لهذه المنتجات تحت إشراف المجلس البلدي غريان. تتواصل في بلدية بنغازي دورة تدريبية بعنوان تمريض الطوارئ. الدورة استهدفت عدداً من عناصر التمريض بمختلف المراكز الصحية بالبلدية تحت إشراف مكتب تنمية الموارد البشرية بإدارة الخدمات الصحية. أقيمت في بلدية أبو سليم احتفالية بمناسبة افتتاح ملعب جديد بمنطقة القاسي بمحلة الهضبة الخضراء. الاحتفالية حضرها عميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي وأعضاء وموظفو ديوان البلدية وعدد من أهالي المنطقة. انطلقت في بلدية زوارة فعاليات مهرجان نسائم الربيع. المهرجان حضره مدير مكتب رياض الأطفال ومراقب تعليم زوارة ومدير مكاتب رياض الأطفال بمراقبة تعليم الساحل الغربي.